تلاميذ سنة ثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة التربية المدنية، النموذج الثالث، سنقوم بحله. التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ. لدينا عبارات، إذا كانت صحيحة أكتب صحيح، وإذا كانت خاطئة أكتب خطأ. العبارة الأولى، أتضامن مع جاري وأساعده. إذا أتضامن مع جاري وأساعده، أحسنتم، صحيح. أنا مواطن صالح، أحب جيراني وأتضامن معهم، صحيح. ليس من حقنا الراحة ويجب علينا الدراسة دائما. ليس من حقنا الراحة، نحن نعلم أن نحن الأطفال لنا الحق في الراحة، إذا ليس من حقنا الراحة خطأ. ويجب علينا الدراسة دائما، كذلك خطأ. يوجد وقت للدراسة ووقت للراحة، إذا ليس من حقنا الراحة، أحسنتم، خطأ. واصل، أنجز عملي بإتقان، أحسنتم، صحيح. من واجبي أن أتقن عملي، إذا أنجز عملي بإتقان، صحيح. لا أحترم المعلمين والمدير، لا أحترم المعلمين والمدير، خطأ. أنا تلميذ مؤدب، أحترم المدير والمعلمين، لا أحترم، خطأ. أتأخر عن موعد الدرس دائما، أتأخر عن موعد الدرس، أحسنتم، خطأ. يجب الالتزام بالمواعيد، إذا أتأخر، خطأ. نواصل، إتقان العمل حق من حقوقي، إذا إتقان العمل من الحقوق، أحسنتم، خطأ. من واجبي أن أتقن عمل، إذا إتقان العمل من الواجبات وليس من الحقوق، اكتب خطأ. نراجع الإجابات، أتضامن مع جاري وأساعده، صحيح. من حقنا الراحة، ليس من حقنا الراحة، خطأ. من حقنا الراحة، ليس من حقنا، خطأ. أنجز عملي بإتقان، صحيح. أحترم المعلمين والمدير، لا أحترم، خطأ. أتأخر عن موعد الدرس، خطأ. إتقان العمل من الواجبات وليس من الحقوق، من حقوقي، خطأ. التمرين الثاني، املأ الفراغات بما يلي، لدينا فراغات، نملأهم بما يلي، بما يلي، دروسي، الساحة، لكلامي، المديرة، لدينا كلمات، دروسي، الساحة، لكلامي، المديرة. عندما أكون في، أين أكون؟ أحسنتم، دروسي، الساحة، لكلامي، المديرة، أكون في الساحة، هو المكان. عندما أكون في الساحة، أحترم المعلمين وكذلك ماذا أحترم؟ أحسنتم، المديرة. أحترم المعلمين والمديرة. وفي القسم، ماذا أفعل في قسمي؟ أستمع جيد لكلام المعلم، أحترم لكلام كلام المعلم. أما في المنزل فأراجع جيد دروسي. إذا نراجع، عندما أكون في الساحة أحترم المعلمين والمديرة، وفي القسم أستمع لكلام المعلم، أما في المنزل فأراجع دروسي. نواصل التمرين الثالث، اربط كل عبارة بالبطاقة المناسبة. لدينا عبارات ولدينا بطاقات، هذه عبارة عن بطاقة، إذن كل عبارة نربطها مع البطاقة. في الصباح أقول للعمال، قبل أن أغادر أقول، عندما يطلب مني المعلم خدمة أقول، عندما يقدم لي أحدا خدمة أقول. شكرا، صباح الخير، حاضر، إلى اللقاء. إذا نبدأ بالربط، في الصباح أقول للعمال، في الصباح، أحسنتم، أقول صباح الخير. قبل أن أغادر أقول، عندما أغادر المكان ماذا أقول لهم؟ أحسنتم، إلى اللقاء.
عندما يطلب مني المعلم خدمة أقول يطلب مني المعلم شيئا، ماذا أقول له؟ جيد، حاضر. هذه كلها من الآداب. عندما يقدم لي أحد خدمة ماذا أقول له؟ أعطاني شيئا أو قدم لي خدمة، أشكره وأقول له شكرا. إذا في الصباح أقول للعمال صباح الخير، قبل أن أغادر أقول إلى اللقاء. عندما يطلب مني المعلم خدمة يطلب أقول له حاضر، وعندما يقدم لي أقول له شكرا. ننتقل إلى التمرين الرابع. أذكر فوائد الشجرة. إذا الشجرة لها فوائد كثيرة، من بينها نذكر 1، 2، 3، 4. ماذا تعطينا الشجرة؟ جيد، تعطينا الثمار. نكتب تعطينا الشجرة الثمار. تعطينا الثمار. ماذا كذلك؟ ماذا تعطينا؟ أحسنتم، تعطينا الظل. نكتب تعطينا الظل. ماذا كذلك؟ تعطينا الثمار، تعطينا الظل. ماذا تعطينا كذلك؟ جيد، تعطينا الخشب. كلها فوائد الشجر. تعطينا الخشب. ما هي الفائدة الرابعة؟ جيد، تزين الطبيعة. إذا فوائد الشجرة كثيرة، من بينها نذكر 4: تعطينا الثمار، تعطينا الظل، تعطينا الخشبة، وكذلك تزين لنا الطبيعة. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.